السلام عليكم الزول في الاول، مرحبا سي سوان ارتز رارث ان المغاربيه، مرحبا سي سوان ارتز ديانت بوساكي غد اندا غد نغال فكرة يعني ذا شو دينا مس ايمن بن عبد الرحمن انغلف امنزو البرومي مينيستر الحكومه مرث للجزائر هاد نغال فوالاكي ذا شو دينا في الانجازات في الاصلاحات اقلان ذي الوقت اميديوسا يغال ذا سلواي مس عبد المجيد تبون اندا ثبوض الجزائر تسكد الصح لان الانجازات لان يعني الاصلاحات امشي دينا مس ايمن بن عبد الرحمن من قبل تنفذو وتدويلتنا هذا كان الصراحه فاغسين في كيون الحرمات عرض الساكير فكان ثم ولين سنة في الحاله تعيشي تمورثنا غدا غنى فوا في الحاله ان فوالي دينا مس ايمن بن عبد الرحمن هذه اللي كنا سي الجزائر مس عمور ابو علام سل سكايب دي مدبر نور مالول ستاف كي ناقص السكايب مس عمور ابو علام عسلامه ينك هزول في الاكاديم أزول في الأول مش الخير في الأول أزول اللي بيدك يعني نجاو الحرمة أزول اللي بيدك لن دي الغربة بلا ما تسوق خدام مغاربية تنمية طرف نوكل يعطيك صحة مس عمار أبو علي ما كنت نشكر التص ميث قبل ذا العرض يا تسيدي كي ناخذ تدويل تبوا الساقين وهذه ليس الفرحة من قران كي ناخذ مس حسن موسين هذا مغناس ديال السرثيث هذيك شمي كي ناخذ سيل ثمورث للكندا سيل سكايب مس حسن عسلامة ينكزل في الأكاديمة الزول انا صار ولا عرض اسمي ضيق ماسي في كندا زول لي عمورا بو علام لا نحمليت مليح مليح عمورا ميرسي دو لافيتاسيون اي بونجور ا تو لي الجيريان نصر يعطيك الصحه حسن نجمة ولا قرا ما تهلك هذا يعني لقد نعم تولي غير تقرض باللي لا سمي دينار غور كندا والصح ذا الوقتيس وهذه اللي كاين سي ثمورث مس محمد الحسن الاستاذ محمد الحسن كيلال ذا مغناس لي سرثيت ولاد انت هذه اللي كاين سي الجزائر وكذا مس خلاف سعيدي ذا مغناس لي سرثيت هذه اللي كاين سي فرنسا سي ثمورث انا لفرنسا ادنفذو تدويل تاكي كيذون مس عمورا ابو علام وكذا مس حسن موسي ما قبل لو ندفك غوال نوح كان دنسل دا شو دينا مس ايمن بن عبد الرحمن مكيون دنيغ يناد باللي لات الاصلاحات ذي الوقت عبد المجيد تبون والاصلاحات تاكي ولا تارم قبل يعني يناد باللي الوقت عبد المجيد تبون من زمان دينيني قريب يسوس اسوس يعني دو زون ثورا ميغو غالدا سلواين تمورث للجزائر واد ادنسيين يعني اذن خدم الكونستا الحاله يتعيش تمورثنا انا واحد نسال شو دينا مس ايمن بن عبد الرحمن الكرام ان بلاد قد باشرت اصلاحات سياسيه واقتصاديه هامه وغير مسبوقه بقياده رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون واضعه نصب اعينها استغلال موادها الماديه والبشريه من اجل ترقيه الاستثمار وتنمية الاقتصاد والنهوض بجميع القطاعات. وليس شركاء الجزائر ببعيد عن هذه الأهداف التي سطرتها الجزائر ومن بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية متنوعة وثرية يعمل البلدان بكل عزم على تعزيزها لا سيما في مجال الاستثمار بما يحقق طموحاتهما المشتركه في مزيد من النمو والرفاه وبما يوظف قدراتهما الهائله أمي السلام مس أيمن بن عبد الرحمن دي قرب للإصلاحات تقدران ذي الوقت عبد المجيد تبون وضري طارة مقفل وانت ولي يعني كل مدى مد مم دي الوقت عبد العزيز بوتفليقة ربي يرحمه ويناند باللي لان الاصلاحات يخدم عبد العزيز بوتفليقه ولا شويه يخدمن من بعد 2019 نوغال ادهضرن في العصابه معليش هاد نوغال كان دنسن شو دينا ذاغن عبد المجيد تبون ولا انت يهضر دا في الجزائر يناد الجزائر باللي قوه ضاربه انا حد نسل شو دينا عبد المجيد تبون يا كلك سومان يعني بلادها يامنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار معليش الانتقاد بليه الانتقاد البناء يخليك تفوت المراحل الأخرى
مس عمو رب وعلم أقد في كغوال سلطة شو دينا مس أيمن بن عبد الرحمن شو دينا ذا غن مقفل عبد المجيد تبون أسك خنوي ثلام كان يعني ميد تعدي من المغرب هي أثقر مد كان يعني أول بلك كل شيء ذا كان بلك لأنه نيتمنن باللي إلا غفدل أفدل يلهان ذا شو رأيك مس عمو رب وعلم تنمير ترى كريسينا وينا بالقران تعيش دي ثمور ثقينا إناس دعا وينا وكبش كرنا تسريت دخلت حضاريما انك الصبح حقي كانوا غالا تسكوريت دو غال تزاير نسعى الله رينيو مي إفردا غلقان أمان ولاش لي زوتوريتي ويا ونور دي سقسف قدو داكيا إوا كنا نخدم سي مصطفى واحد 4 كيلومتر أرثنيا نوث ثلاث سوايع يون وردي سقسا في الغاشي في الجزائريين ضاعان ويت دو غا الخدمه لينس ويت دو غا تسعى رونديو في لافوكا باسكو سي لا روت دالجي لا كابيتال وهذه تدو غا لايروبور الغاشي غارن كبردان دوران الا وين داقل عنا ويلك ني فرقنا كي يقول لوتورود الزيند الزيند ابريد دورت دميت وكي الحوايج في بشطاع الساقي لا كولات لا وين دو غرانا راه زي زي سمانات زي لا كابيتال ثاني فيديو لا تكش يعني وإذا كي قلنا نيزنا أني ذا يقردن سقوطين ذي لبيوس لهذا رقيم نسري يسني كان وقبل كي تعيش ندي ثمورتا سلغاسن وينادي وظنا كيني الوقت الصح ما مين غلافن حضرة الذي لا من بيرسونا يونسن هذا السكرتير جنرال إيكي إنان واسمي دي بلواقي يخدمين وخدمنا ربي ذي عدد وربي ذا رسكو سكفا ونغلافني روح بضد وايض إنك داغل وأينك خدمه بزريب ذرع الناس يقرأ سروا جينا دوك يا دي جون كي سون بيي بور دير سا نسيناك انتقاد البناء إما لا دينا تيد تسابق دي زيكزون كونكري أكيني تكرهم تمول أبكي كرهة تمول تنكي قبري دي دوغانا أبكي كرهة تمول كرهة تويرا تسوان نيو تي شيختي دي قردان لكون رفتنتيت فلاكاز إيوا كناس الطرابة تنبري وزميرنا راه خطرة مانيكش بيتات لا كل بريمير داك اللي ديت مالا طوح در غير البيض تيميمون برج باجي مختار زعما باش راه نشد الدنيا بالسكرا ديرا ديتي زوج بزوريا كنت نقرا غير داك جمع السارج سارج داك اللي بول بريمير قريب بعيد الشهر قريب غير الحيوضات غير في نتن الوردة الوالا مكيرف شاخدي داخل لي كاسك مات سترافيرسي ماشيني ترى ساكي ديرا كي دابور اون دو زون جمي اون سبيرير دو زون سعدت كوفيد كل شيء بلوكي أكيد يعني من جزات غير مسبوقة ويتيريتو باش لي جزات غير مسبوقة السرعة تعمل بليش 50% ليكزومبل في تغاد تغاد هكا قال باتي هذا مشطوح بلغ سدي ظليان ناس كي دونا 20000 إنا كمسيو إنا كتا 28000 صافي دير 50% يقرنا البطاطا زرا من كيطبال لي زونون شو خدمت الوغ كو تورا بلا ما تجي وتورينا ذاك وتعيشنا راه باسكو كيما تعدينا تداوينش لي جوفار وتورينا راه الحالي بردان الحاله لا كولات في القناة داخل الغاشي بلا اكا بريميك ده هضره لا تلا كولات ونسعارا لي مويان وسكمو اي كوردانا تن قارن قارن داخل لي شومبر فرواد احترام كل الوالد هنا تتورانا راه ازكي هاد روحل ويكيد قاد غير مسبوقه كني روح نويا أدرف في الباكاج نسن الراو نسن نضرو حنا نتا نظن إن كنا قرا نقيم ذاكيا ومازال نقيم كان ود الكثرة ديال ثمور ذاكيا كان كثر وتغامى غارة ذاكيا وتهدر غارة كثر قضى عندي غاتصاف في بالي دايز مرا دينا كل مرة نعم قيمة كذا مس بو علامة مراد وغال غرغورك أذفك غوالي مس حسن موسي ولكن مقبل أذفك غوال أدن والي تهضرد مس عمراد بو علام في ليزينون داسيون هضرد ذاكي فلاسن دي المغاربية يعني كل سقواس تغالد تغالد يعني تذي انتاقي ليزينون داسيون ذا الحالة ماشي كس فراحا انت والي ما ميل المذن تهضرد باللي تصل المذن وتروحون نرى لك ولا خطر أكوز دي زينون داسيون أن والي كان ليزي ماجا يوم بعد ذو غلغة مثلا أحسن موسي
المشاهده مقبوله. وكي يطلع هذا ها كيما دي خطره كان يخرج الجال الفوق تتنحى واحد ودي خطره ولم صور قيم كراو كفور يعني شتو كفور ذا شو خدم ذا خسر ذا خسر يعني غنتولي سورتو لي دانيير زيماج كي سيتي اندي لا اسمي الستاد 5 جوي مس حسن موسي مس ايمن بن عبد الرحمن راه يقارب اللي الاصلاحات غير مسبوقه في الوقت عبد المجيد تبون او يا ربي جي اونتوندي لو مو الانتقاد إنك يعني الانتقاد مرحبا بها مي سوسي سولا نكوني الانتقاد مال نفكا الانتقادات اهاث استفد انت ثمور ثنا ما كنتي نك مثلا عمورا بوعلم الى الى بارلي نوتامون بوعلم نار يهضر في المذن يعني باسكو اتشيش لاكول سي لافنيغ دو بيي الانسان السيتويان وسكا راه يتفن الحكومه زكا ثورا ما الا نتبقوا لي زيماج امسي كذا كيا نصر لي زانتومبيري لانت بارتو كدونيس مي دون لي بي لا ماجوريتي دي بي دونيس ال سو برودويز اون فوا تولي 10 ans اون فوا تولي 15 ans يرنا لوان دي فيل لوان دي فيلاج لوان دي بيتيت فيل دي موين فيل سا سباس دون لي كولين لي ديفليسمون تيران سي كونت يا اون انتومبيري تام قرانت مي نكوني كسمول ثنا انفوا دي كالاميتي 3 ا 4 فوا بار اني تيم غيوان تزغوان لي زانتومبيري دي خام لي تهدون تي هين تاكي فورا سي سي ريالمون ثمول ثنغ تقدم ثمول ثنغ تبنى يبنى طبون بوتفليقه الشيمي اون في با بارتي دو لورغانيزاسيون دو كوبيراسيون ايكونوميك ان قالان 38 تموران لي بلو ريش ندونيس بوركوا سوم نو كلاسي الشيمي كلاسي نقدونيس ذال من برا غادي يفكر القيمه ينيش اما كان دينا ابو علام ويك مشكرنا تيسليث ديما تحضر خالتي مو جوري مي تيسليث تتشكر نويا ماشي بخميس لا ميم شوز بو نوت بي هو يا ربي لو كان لا ميزور دو نوت بي تيتفكن ولن من برا نوتامون الراويس مي الراويس سي كات قارن اشي مي اون تو تون كلاسي بارمي لي ديرني دونيس اون تيرم دو ديفلوبمون ايكونوميك اون تيرم دو بي اي بي دو برودوي انتيريور بروت en termes de liberté de la presse et de liberté en général, achimé en soi que la sédène d'Ingoura, nous connaissons que Thamourth Bachatskou, ça fait partie aussi de l'intiqadat, des remarques, des critiques positives. Nous connaissons, on fait de la critique positive pour construire Thamourth now. Il faut qu'il y ait la légitimité à Thamourth. Il faut qu'il y ait un tissu industriel productif et créateur de richesses. Il faut qu'il y ait l'emploi, il faut l'indépendance alimentaire et médicale. Il a qu'à nous dire maintenant sur le plan estomac et sur le plan des soins, c'est très important. Nous avons dit qu'il y a des prouvines au niveau des exportations, mais ça aide les exportations, mais elles exportent beaucoup plus que les importations, au moins égales aux importations. Même les importations, les exportations soient tasses, il ne doit pas être schooling dans le cas de l'Algérie. Nous avons deux périodes à Nassar. Nous avons deux périodes où le développement économique a dit le haq. Nous avons les vraies réformes économiques. La période 65-78, la période de Bouteflika après 1999. Malheureusement, toutes les deux ont échoué.
ont échoué comparativement à nos possibilités, les possibilités de Sankuning, le Kouenar, sur le plan humain, sur le plan du pétrole, sur le plan des ressources insan, sur le plan des terres agricoles, et comparativement, bien sûr, à d'autres petits pays qui ont émergé, un certain nombre de pays, qui ont émergé et qui nous ont dépassés. Nous connaissons la désindustrialisation. On a cassé ce qu'on a. Et on a bradé et on gaspillé le pétrole. Le secteur public, il est resté improductif pratiquement pendant les 15-20 dernières années, notamment les derniers temps. Nos terres sont en jachère. Les importations ne faisaient qu'augmenter. Les déficits n'ont pas été. Le chômage est tellement. On ne contrôlait que la paix sociale. Je parle des dirigeants, bien sûr. On a même validé la corruption. Et par contre, dans les deux dernières années, il a été à la tête du pays. Malheureusement, il y a un climatching qui est un peu plus grand. Nous, qu'est-ce que nous avons constaté à Thmathen? Encore une fois, mais tu sais pas, c'est pas un calcul politique. Non, ils allaient même nous mettre un cadre. Un président cadre, donc le peuple, il faut de la Ibarek. Il souffre à Gazagisa ou Gentilofan, il gouverne Tamoul Swatas, il valide la corruption, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de la légitimité. Malheureusement, il n'y a pas de gaz. L'armée, si vous avez des gaz, vous avez des élections, vous avez des élections, achetez vos Canadair. La vaccination qui est en retard par rapport aux autres pays à Nassar, les effondrements de bâtiments à des Raïs Hamid, des Bablouad Mouthan, sur 50 km de rayon, parce que les journalistes, au lieu de couvrir l'Algérie, le Hukouman, au lieu de couvrir l'Algérie, 2 400 000 km², ils ont couvert 80 km² derrière Hidrad Ben Akenoul Dunef. Et bien sûr, tout ça, tout ça démontre que ceux qui sont à la tête des institutions, ceux qui sont à la tête de la pyramide, ils sont à côté de la plaque. Désolé, on n'a rien fait. Très bien. Le rien, balek est petit. Balek, on est en dessous de zéro. قيمي كاين غمس حسن موسي يكش بدي كاين الاستاذ محمد الحسن كيلال اذا ما غناس دي الترثيث سي الجزائر استاذ محمد الحسن كيلال عسلامينك يعطيك صحة من قبل هذا العراضة بوساكي عسلامينك استاذ محمد الحسن كيلال يتسلط اسم الله أسلم مينك أستاذ محمد الحسن أدنو غلف خيران وتصريحاتي خدم أيمن بن عبد الرحمن سي الحسن كيلال يهضرد يعني ذي اللقاء إقلان مقارن إكسبو 2020 ذي الإمارات إناد باللي الإصلاحات إقدران ذي الوقت عبد المجيد تبون يعني سيني سوغاسن سي 2019 ثورة إصلاحات غير مسبوقة يعني جميع نبوض نخدم يعني خيران الحاجة يقل هاني ثمور ثناغا من أمل الوقت عبد المجيد تبون اكتشيني غام كرا رأس توليض يعني الأول أقيم أمك ذا شو القراية ينس سيرتوني دي من ولي الحلان أرث تعيشين ثمور ثناغ والحلان رأي تعيشين وقدودة زين أستاذ محمد الحسن أكيل
قريش كاع بديت ندير زوار ديال كاع الزهور. ايه. تعلم كلشي جبير علينا فاهم. عرفنا كلشي كيفية حمل الجلد بالذات. يعني التسليم بالمسلسل سكر عطش. جلد بالذات. وكلي غير هذيك فراك في مسكر ماشي الدروس ماشي الشوات. هذيك فراك في مسكر ماشي 20 سنة بوتفليقة كان. 40 سنة. 20 سنة الشرذيب 40 سنة بوتفليقة. 40 سنة التخريب الاقتصادي. التخريب الاجتماعي. 6 سابوطاج يعني لعبوا يخوانها. ودي يشوفوا كيما نيس. إلا قالوا أنا غادي نسير. أنت عاشق في باش النظام ديفيسيونير كاع 90. كاع 90 ديفيسيونير. أبرزغ بلي كان دافا، في صاليدو إيثور الجزائر، ما با يسمى الجين، مازال تسمشتي، نزا سلكون كريت ستور دينار، مؤتمر استثنائي حزب جبال الخير الوطني، خميس سيو الشعب من أجل حياة أفضل، ألوا من أجل حياة أفضل، ستان بروغرام. يسال بالدورياتاسيون توجيه الشعب الجزائري باش اسلم اي سوسيتي يعني استهلاكيه مجتمع استهلاكي كونسوماتور سوسيتي كونسوماتور ايه غير ملي لا اقبل سوسيتي بروديكتيف نو غير كونسوماتور تقدر من ناحيه البسيكولوجيا ساعه 19 جزائري ما يبغى الجزائري كذا الجيش إلا يفلق رئيس الجميع، أنزل رئيس الجميع، ويحمل لها الباطل ويحمل لها كذا، يوغل يخدم لاكاي سوق الفلاح، على شان، في الجنوب بلاطوط بلالين، يقبل هذا الاستغراق، في الجنوب دائما تيدير العرش ديال الشرنية، الاستغراق وبلاطوط بلالين، لا باش نديرها بكل طير زيت، ما عادش صبلي غص، المهم 80 86 طف فغلي عبد لاكريز قلت الزيوار قبل حتى العربيه السعوديه ديسيدي باللي كتصب القيمه للبترول اردو 9 دولار الباريل. نغفد وبغي غفد عاودنا نغفد وبغي غفد عاودنا حتى ما تعاود حتى ولدي العربيه السعوديه متناد في الجزائر باللي مخربط طال الجزائر في العربيه السعوديه. الوغ سير ولا وسنغف الجزائر يعني نيكولا سركيس ستانيكس تابيتو يا عرب الى الجمعيه العربيه الجمعيه العربيه ديال البروني يديروا المقال لرئاسه الصحافه اللي اشترى البرامج السعوديه يخدموا ديسيزيون تاجر ويصيروا الفايده من الناحيه الاقتصاديه. قالوا من بعد وفيهم باللي حتى الامريكان وفرنسا مش فاهمين باللي السعوديه تصب البترول حتى الخدمات يحسبها سلا بنك مونديال سي 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 اف ام اي الخدمات يحسبها الجزائر لي فرايين خدموا كيف كتر باع كتر باع سيس كاسبيج دارجون ما تبقاش تاع مليح كاسبيج دارجون ما سوالين باللي باقا مشاهد باش يتوافدوا إلا كان أنا في الظروف ما يلوم في الوقت في روسيا اللي خذ لك ولدي في كندا باش ناخذ مش 50 براجل نبداش ندير في الوقت وبظروف المالية نبداش يسمى قام شهيد ورياضة نبداش سياسة الإصلاحات الإصلاحات راه يقفل لي زوجين إلا قلت لها المسلم دوي الجبال بالتيسي هادي اشتريت في الليل لم تشاهد ديستريات العجيزي ويصور على الطمع باللي كنت في المركز الجيران كوريا دي سود اكلهم ديروا الليل للديمار يجي الديمار مش اللي كيما رحنا للزاد وكينو غادي نسير الو ما فوق ما فوق نصوركم ونخدم لابواطا في تخت دكلاس اصبحوا غادي من بعد صوركم ضريبه سيد نسلسل بها باش اي بغونات سيارة البراد دينار سمبوليك باش كان ستوك لي فواتور هو ولكن معليش سيمو
الدايز بشكل كاتاستروف، لان كزاني الدايز ديال 80 حتى كان وين بدل 20 سنه بوتريقه 20 سنه بوتريقه استوي ديال الطاق يقال لك زاد تاكوني دريما وفينا كتر بارتي كتر ديزنا في الدوبي وفينا بارتي كتر بارتي السود الفراني صار دين الدايز أدش بالشيخ بلي يفتكت الكلمة الباحثة رحمة ربي مش عارشي من ذاك المجال تخدم الطولة من العمرس خدمت الحمد تقام إلى ربو يخدم الباحث جرى مش بس نسمني إلى ربعة سمني أشحال أسمش يصار دين يكتعد الأرجير الله يخدم الشيء فلسفة مش لا أستطيع يفيد $6 باش نكش مقارنة نعم يعني يفضل دولار حموش 14 مليار دولار يتفعل 4 سنين 14 مليار دولار يتفعل 4 سنين ولكن فغاك انا قلت سلاغ معليش وكي اسي محمد الحسن كيلا وي انت تهضر لي صالح وي الجزائري الزلا والجزائر ما عرفش الخير طبعا غير كتب وتوازي الزلا والجزائر شو بوسي حتى لي بي لوكسيدون الى كراجيري تكتب في الباس ديفيزيون انترناسيونال ديستريبيسيون انترناسيونال دو ترافاي توزيع الدولي للعمل والى قلتي انت مرت معليش معليش اسي محمد الحسن كيلا يعني اوليك ايفاند يعني الحاله غير الذي يس امكي دنيات سي لا ريزولتون ان لي بوليتيك من قبل ولكن يعني اسقسينو اسي محمد الحسن كيلا اسك وي قادي قلان ثورا في قشوش الحكومة اسك لي ريسبونسابل من مد نفذو سي عبد المجيد تبون اسك وي قادا قيم ادوين يعني اذ بدل انتي سويعث اذ وجهنا الجزائر الحاجة غيقلهان وقلنا ذي الاصلاحات غير مسبوقة غام كدينا ايمن بن عبد الرحمن نغ ام كد قرن خيرا جزائريين ماشي كان خيرا اد قرن مازال نتكلميل ذي نفس السياسات سؤالك الدنيا ماذا قلنا أن نهضر شوية ونصلنا طاس نتيرا الكوش أفضطي غارة أقضي غارة لي كونديدات اللي لاني خمسة ومعنى الخمسة من تبون خير بسن تبون 900 زنفرات باش يخدمون بروغرام 900 وغانا تواليغ 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 بليك بليد الدنزا يفدو له على الوقام ايمن بن عبد الرحمن راح يروح على الامارات يسمعوا فاطمه زغينه بلي قرا الامارات يوسف عزاوي بارس بزاف بزاف مي ما يطلع العلاقه ايه وانت انت انت ينت كواليس وزير غير ما سلاض مسموح عند الحسن كيلال ينت ينت باللي نسعى العلاقات يعني اقلهان وكذا الامارات سبحان الله داك الشيء سمحيت باش تكتبوا باش تروحوا تاع الافكار تاني قال غير الامارات قول ديري اكثر بين العالم الامارات تشيع كل شيء كل انا انفستيسمون كبيش تروح سوناكو اكو الوزاره الدفاع يجي يخدم سميت السياره في المصطفى النبل ماما يجي كل العربي ماشي اللي بي كي تي تي دي سي دي سوسيتي الكو الجيريا امارات الامارات اقبل 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 لي مسارات ديال طايس ديال صالح دابا لا عشان غرس تمام وكنت نسك كروكر لا ناك دابا شنو ديما ويحرق ديال المحكمه انا ولد في كليد تمشى بيك كلاب واش تبكي لا حيا باطل ما كانش ديوي حيا تمشى بيك كلاب وين غير هذا وين اصغر انا الا وين يفهم خاطر في جوج في لو فام ولا قاس في لوك البيبليك خاطر من غاد هضر كلش مي قال الامارات اللي كنت تبونك اي من عبد الرحمن اللي شمس داخل ابراهيم عطيه خاطر قال الامارات زايدي قريحة بزاف بزاف وصلوا سمو بليجي المشح المشح في غريف
اريد نسلق باش خط باش الروبوا لي بيان دكلامون. نعم معليش ادن فاسيل لا رولاسيون كي الجزائر وكذا الامارات، ولكن اسكو من ولي الواقع راهي تعيشي وكذا الجزائري مسموح للحسنه كلال اسكو الصح لانت يعني دي ريفورم اكس فرحن نا بيان او كونترير امك ايدنيغ اللي نقدر يقال انت غالر فير يعني سولوي كي نافونس با ركول. خاطر سمحي سمحي لنا شلق من سلطاش ونهضر شويه سلطاش. نتبنى وليا بلي اقلام للسوليا صادرات للامبورتاسيون ديال المواد الفلاحيه تقريبا 4 مليار دولار. تجي الحاجه يصفرحن تجي الحاجه يصفرحن ما نولي لا برودكسيون الفلاح ملتبلي بار 10 بارابور ايش كوش اللي قاعد دار. سورتو البطاطا بطاطا في الاسواق البرا. ولكن البطاطا البطاطا اسمو عبد الحسن كيلات بضمير 15000 في ثمور ثنا. غير وين المشكله الا غير الشواد الى الحكومه تقضي لي مونطاتير. البروبليم ديال البطاطا الوصل 10 كيلو خبوم ديال الفرح بربي. لي مونطاتير من الذين يرغيسل قبل ما يصير لا برودكسيون نروح نغز القربل يجي نطلع البطاطا نوصل ديالنا باش تصير لا بيليريك سوق. يقال لك ستوكي كيف كيف واش هذاك كان يقول ستوك وفاد يزيد ضربين وفاد يشحن كوبيان طون البطاطا كيف فاد باش تصير لا بيليريك سوق. وشنو ما الوضع يستاهل باش تسهلوا من الايطاع. انا كيما ماشي المغرب ماشي تونس لالجيري شنو يديك شو صاد شو واش كان اقلع نسمع التاي لا مع التاي يمشي يهزوا الايطاع. فرنسا وقت الجارة مالك وقت الجارة اسرائيل وقت الجارة المغربيين وقت الجارة المغرب سيكار السموم لا دروك كلشي طربي سلام عليكم الدنيا قيمة كيدنا غير سي محمد الحسن كاين انا تقرض باللي وقت الجنرال ويضا نخدم ثامورت مس بوعلام عموره يعني ولادي دي مزمره دنيني ولادي الجزائريين لو هني تكان يعني دي شي ينبض ارغور سامك دي قر محمد الحسن كيلا يعني المهمه وماشي المهمه يكسهلن باش تسقاط ثامورت من بعد الخراب يوكي قدران دي ثامورتنا يعني ام كردي قال محمد الحسن كاين هذا شو رايك قال اتسلال سي بو علي معمور تنمي سنتي تنسالو هذا شو دير ادينا دم واحد سعيد كذا وكذا كذا انا يعجبني دواريس باسكو تسيدت ديني دينا شحال تيكرات المخالف مي ياخذ دين ريتروسبكتيف ارثفير باللي كدريني يعدن نسبيا باللي لا فوت ما تجيب مكذوب خطر ما قلا ما قدود وري قادر ما يشرين ضمرة ذوي ذي حكم أرتي قادر أنا ويك خدم من هنا في السون سنتير في الدولة وإذا كانت بلاسي نهني يسون شارجي دعم هذا عسل في اللاس وين يتي حرقا هذا يخلص ماشي كذا شعبي أرتي عدل عسل تنقص قنطار بعض المكان ما كذا شعبي ولا بدا شو قدر أنتو رما شو دار ذي العباد يقروح أخدمني إني قرأت تخدم الدولة دونك الساقي الشعب هكا إن دوال شو هكيلا بالليك أما كنية الشعب هكي توظل إلا إيتي أبوندوني يرنا نوثني دي دي بروغرامينا كا بروي ما عادي تشوفنا كا أقرأ دي السيكتور ليدوكاسيون 33 سنة يا زريع دي شو لي بروغرام الصغاري وراونا باك لي مات ما مات لي ماتيماتيك وغارنا نتوري الصغاري نتنا ما كنا ليتيراتور اقران سيناريو وكنا ندير لي بروغرام دونك كيك دو ديكيا ماشي البروبليم ني ناس اسميك بضار دا يو غارس استعلم الناس لا كوربسيون الطمع اللي دا خدام يو غار دا فين يا كيدينا مشي هكيلا ومودي بيني دي خدام نشكر نخدم عم بعد فلسنا قرن لي زافير يو غار وين يتشكر لك يني قافز وين يتشكر لك يني يخدم لي زافير ودي قرا يتشكر وين يزيد العيب تشكر دونك السجولة قال اللوم اللوم الشعب هكا نلزم يكون سعر انا ذاك الفينومين الحراكة تورا نوالا سي 2019 اللي قال لا بيان سور لا كنت في لقاء يبضد الحركة نو منين الغاشي حبسين دي جوننا
ميثوري يغرز القوة أونكور بليس بوركوا قريت مرتكيت عايشة تواريخ ديثو الدار دي لي كارتي لا كابيتال تافا مسكين ماستر يخدم يتعسى الباركينغ هضر ندي ديك الساعة البيستون وكنيا هاد الخدمة يا لوك ديك الساعة البيستون ثم مسنيا إيزون تي أون بوشي دونك إلا إلا أم كادينا أون كروند ريسبونسابيليتي 99% فودافو دوي ديك حكمن يدي فورمين لو بوبل هكا ماشي لا فوتنينيست مي سينون الانجازات الساكن كل اللي تهضر اخي كوفيد زرام دا شو قدر عاد سي اون كير كي سمانا كويا مي دوبي 2020 يدي بدا الكوفيد دار اسمع نوالا دا شو قدر نقنفدو ياكي الاوكسجين ولا شوي اسكو يعني نبنى لوبيتال كي نلقى نصومي دين سونو اخي يون ادي بال لوبيتال كنت تلقى دين خم لوطور است ويست مالغري لا كوربسيون تشان رنان بوي خدمنا الجامع الكبير يبان يبنى حتى ديال الجاية مي دوبي 2020 نعم نبنيو لوبيتال يون يوكني حتى نهضر غاشي ذاك يقولنا تروازيام فاك كاتريام فاك جميرة تلقى به نبوي ديكرا الماتيريال إما هضر هكا باسكو نكير كنروح على السبيطار وكنعني بريسي غاتفرازي لوبيتال أوالي ديالنا ايوا كي زعما نكرا في مورتيس لو دوايان دو لا فاكولتي دالجي لا ميديسين دالجي لا ميديسين والسنه كي خدم مني لا فاكولتي دو فارماسي هي داين يقبر يناد يناد باللي سيغي سي بور الى مان الى مانا ولا مانا انك مون خدمة كاتورا وراني غير خامم كي السوالا دون ديزون لا فاكولتي كي تغاليه لي فونداسيون سي سي سوجي دارا الحيوض سوجي امان لي زيتيديون هذا قارن ولاش يوقي كراثه مورتيس ادنس مسبوع على معموره اسنس لي لو دويان دو فاكولتي دو لا ميديسين لا شو دينا هضرت في اللسان وحس اسنس الكند شو دينا دو غالغرغور ce qui fait que malheureusement nos étudiants qui sont aux alentours d'une dizaine de milliers au quotidien ont des difficultés à être accueillis correctement. Donc il y a le problème d'eau. Je vous assure qu'avant de vouloir m'exprimer là-dessus, je me suis longtemps et beaucoup posé la question, est-ce que c'est une opportunité pour le faire ou pas? Toujours sur le problème de l'eau. Donc nous n'avons pas d'eau dans les robinets, mais nous avons de l'eau au niveau de nos pieds. Nous avons les pieds qui sont immergés dans l'eau. Nous vivons un paradoxe incroyable. J'ai profité du passage d'un haut responsable militaire chargé des infrastructures dans la région du Grand Alger pour lui demander de me donner un avis sur la situation architecturale de cette structure. Et nous avons fait une petite visite relativement rapide. Et le verdict ou le diagnostic qu'il m'a fait froid dans le dos, pour ne pas dire m'a glacé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur le doyen, si vous n'entreprenez pas immédiatement des travaux pour corriger les anomalies qui existent, dans moins de 10 ans, cette structure va s'effondrer. Dixit. Alors je me suis dit, il faut que nous parlions de tout ça parce que nous allons vivre ensemble, nous allons partager ces difficultés, nous allons partager ces angoisses, donc il faut qu'on puisse les prendre en charge ensemble. Et nous faisons appel aujourd'hui solennellement au pouvoir public pour nous aider à trouver des solutions à cette situation, je ne veux pas la qualifier. À cette situation difficile à vivre, et en particulier pour tous les étudiants qui sont chez nous quotidiennement. Et je vous rappelle qu'ils sont en moyenne une dizaine de milliers. Vous avez dit les étudiants de médecine, cela veut dire le doyen de faculté, la médecine d'Alger. حسن موسي يعني شنو نزيد مالا ادنيني يعني سي لي زيتيديون ميديسين فيف سي سيتياسيون هو كذا كين طبوات يعني سي ليليت سي اون بو دير لا كريم دو لا كريم دي 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 دو لالجيري رزداث تعيشين الحاله ياك
Dixit, comme dit l'autre, Dixit. C'est malheureux, Nassar, que d'écouter un doyen de l'université qui dit des mots à quelqu'un, ça nous travaille, ça nous tracasse, c'est une vérité. Et puis, si dans 10 ans, on n'a pas à retaper la structure, elle va s'effondrer. Moi, je lui réponds tout de suite. Je lui dirai, avec des gens comme ça, avec ce type d'élection, cette manière de gérer le pays, elle ne va que s'effondrer la structure. Notre ami Mohamed Akilel a parlé de 40 ans de sabotage économique. Moi, je lui tire chapeau. Il a dit des vérités. Pour une fois, ben, je suis pour une fois. Ça veut dire que moi, quand je rencontre là, dans un débat, il est juste, il est correct, mais je crois qu'il est illogique quelque part quand il donnait raison à certains gens qui ne le méritaient pas. Mais il a une expérience meilleure que la nôtre, meilleure que la mienne du moins. Il est un ancien Algérien, il est quand même d'un certain âge, il connaît les problèmes, il a connu des gens, donc je m'y fais à ce qu'il avait dit. Il n'est pas un sabotage économique. Il n'est que nous sommes une société de consommation, il a très bien dit. Il n'est que l'Algérien, il a fini par accepter des coûts pour accéder à un kilo de pommes de terre. Et là, bravo, c'est une vérité. Et pourtant, l'Algérien, l'itripine dans sa nature, dans son ADN, il ne se plie pas. C'est malheureux de le dire. Il a cité le cas de la Corée, de la Turquie, de l'Indonésie qui ont émergé, qui se sont envolés sur tous les plans, alors qu'on avait démarré à un moment donné, les années 70, presque au même pied d'égalité, et que nous avons les moyens beaucoup plus forts que Ouyadaki. C'est une vérité aussi. Il a parlé de 14 milliards de dollars qui ont échappé à l'Algérie, qui sont sortis des frontières Nassar en l'espace de 4 années, à une période de je ne sais pas laquelle. Il s'est allé aussi. Donc comment vivre dans un pays où moi j'aime mon pays, Nassar Khouya, et vous l'aimez. Boualem Amoura aime son pays. Moi je vois ce qu'il fait, notre ami Amoura Boualem, au sein de son syndicat. Combien il défend le tissu industriel algérien. Combien il défend l'élève algérien, l'école algérienne. Moi, je lis ce qu'il fait, je le suis. Il est excellent. On a besoin des gens comme ça. Ce ne sont pas des Amoura Boualem qui devraient aller en prison, malheureusement. Et hélas, ce sont des gens comme ça qu'on est en train d'emprisonner aujourd'hui. Un pays qui n'a pas de véhicule, qui n'a pas importé un véhicule au cours des 3 dernières années, Nassar. C'est une calamité. On a besoin d'un véhicule pour travailler, pour vivre. Ce n'est pas un luxe, un véhicule. C'est un véhicule, c'est une baguette de pain. Le Canada, des véhicules de 56 ans, de 7 ans d'âge. Arrêtez cette hémorragie. Nous sommes en train de vendre à Tizi Labine, à Tizi Ouzou, ailleurs dans les marchés informels. On est en train de vendre un véhicule de 20 ans d'âge à 160 millions de centimes. On est en train de créer de la surenchère en Algérie, on est en train de mettre les uns contre les autres. Qui peut se permettre un véhicule aujourd'hui en Algérie? Nassar Khouya, on a écarté la diaspora. Le billet d'avion à Algérie-Montréal, le retour, il fait 30 millions de centimes algériens. Où sont les subventions? Pourquoi on ne s'intéresse pas à cette diaspora? Nous sommes des Algériens à part entière. Intéressez-vous à la diaspora. Elle a besoin de contribuer, d'apporter son plus. Les réalisations, ils vont te coûter 5 fois plus cher que ce qu'elles devraient coûter il y a un an, il y a 2 ans. Parce que les coûts de la matière première, de l'aide, de l'équipement et tout ça, ils obligent l'étranger. Et qu'on dépend de cet étranger, on ne produit même pas une aide d'avion, même pas un pneu en Algérie. On ne produit même pas l'équipement pour son attraque et son Elgaz. Son attraque, une grosse boîte, s'occupe une skint à longueur de temps à subventionner les tocards d'entreprises algériennes qui font semblant de travailler alors qu'ils vivent des subventions de son attraque et on fait semblant de faire travailler les travailleurs alors qu'ils sont dans des crèches en Algérie. Ils attendent la sonnerie de 5 heures de Chadirouh, il attend son salaire du mois, il lit son journal à longueur de temps et l'entreprise attend les subventions de son attraque de Chadirouh. C'est une réalité. Les unités de dessalement d'eau, qu'est-ce qu'on attend? Elles s'agissent l'air des Algiers. Tifaza sont coincés, ils n'ont pas d'eau, M. Sekit.
la population d'Alger de Tipaza parce qu'un l'unité de dessalement des eaux de mer de Fouca est tombée en panne. C'est une calamité. Une unité de dessalement coûte les yeux de la tête aujourd'hui. Alors qu'il y a 2 ans, 3 ans, elle est donnée pratiquement à Nassar. Les subventions ont profité aux riches pendant des années et des années. La fiscalité ordinaire, avec quoi vit l'État, Nassar? Avec quoi vit l'Algérie? L'Algérie a vit avec 3 choses. Les recettes, c'est la fiscalité ordinaire, un tiers, c'est la fiscalité pétrolière, un tiers, et c'est les dividendes, les bénéfices de son attraction au gaz pour un tiers. Et la fiscalité ordinaire, qui la paye, Nassar? La fiscalité ordinaire, c'est les travailleurs à la source, qui se laissent dans la source d'IRG. Les grandes entreprises, les riches ne la payent pas. On n'a pas le courage, la volonté politique d'aller vers le riche, le grand baron, là, pour lui dire, écoute, c'est la sécurité de millions. Il refuse de payer. Et un tiers de l'économie, elle est sous l'informel, Nassar. Et je termine, je te rends l'antenne pour te dire tout simplement, tu as 10 000 milliards de dinars, qui sont hors circuit bancaire, Nassar. Voilà l'Algérie. Très bien. Comme il y a Ahsen Moussi, tu as dit les subventions. Adin Saadi, qui est le mas Ayman Ben Abdelrahman, il y a dit les subventions هكي ومك يعني اذا غندي مشاورات القانون الماليه والتدريم ادنس لا شودين وكوننا يعني ادرجنا هذا المبلغ 1940 مليار دينار جزائري في قانون ماليه 22 فهذا يدل بما لا يدع مجالا من الشك عن أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي وفي مرافقة الطبقات الهشة ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي فهناك إساءة فهم من طرف الأخوات والإخوة النواب فنريد أن يكون هذا الدعم أكثر نجاعة وأن يوجه إلى الأسر التي سوف تحددونها معنا في إطار اللجنة التي سوف نضعها من أجل دراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى دعم نقدي الذي يوجه إلى أهله وأصحابه فلن نقبل بأن توجه هذا الدعم الهائل والمهول 17 مليار دولار أمريكي إلى أناس لا يستحقونه. واحد الحسنة كلا لدو غالغ أرغوروك يعني أسك بالصح يعني ثلا يون بوليتيك كلير سورتوين يعني الإيكونومي الناغ ثاذا مسان ناغ أقتصي ديرينا تعيشين يعني ذي الضيق سورتو أين يعني ثم عيش تنسن أين يعني لغلان في يسوفر لشيرتي دو لافي الطاس وقال يدينا جامي نبوض على الحلم أمثاقي كيف دي لا صورة ما لنا هذا القراش تمنية بلي المغارب يا مستي لي وانا باش تخدم لك وفاقون إلا قتل الوبجيكتيفيتي ماشي لعنين ديزنس فانتيا إلا تبقنو بلي كتلك فهم الإيكونومي أقلان توالي بلي ديال دي فونداسيون Il y a un rayon, comment on va gérer l'économie algérienne. Il y a une toile de l'Algérie. Où est-ce que ça va venir? Ça va m'aider dans les rôles pour le misérable de Gomen. Maintenant, on a la capitale, l'Algérie. Ce groupe de l'Équateur, c'est dans la fin, il s'en va, le forage. Quand il y a un barrage de Dara, يا من البحر وتدك فينا لا كابيتال. فواش وصاي ورا من؟ البراج لك صب لنا لمي القاع. لا ماب استراتيجيك كيف كيف. لكن يا امان خصا فدير ولدي خليف كاع ضربوا سنه ديك راه بوفور 1000 ما دير لي 50 ملم 15 مينوت وبالجد يتلوم باشون اوبليجي وإلا قال لك قبح كنت نقبحها أقلي شوية بلي أي من عبد الرحمن كي عاجبين خاطر فم جوز جن لا بومييغ فوا أن جن إلا شاف غوفرمون يسعى لانتيليجونس
وسعى لا فولونتي باش يخدموا الجيري اين اللي بغى يخدم زايد بالصفراح تاع الوري ماذا قال له الصح باش شفت له يوصل حاجه خاطر صبوا الطاج الدنيا وصبوا الطاج الدنيا وصبوا الطاج مقرن تعيين الغشيش البيستون ما استك لي بوست في البيستون محسوبيه محسوبيه بيان انت سبتي اذن مازال فراق لا كوليكسيون خاطر اش كسبت البوست اي ولي كلا كومبيتون اتفكروا اي ولي خاطر نبيش عمي ناخذ حبيب بيك ناخذ ايه ما مازال ومساعد مازال سميش المحسوبيه ومازال البيستون ولا قلت الديوان الخاص واش كسوفغيل كوم بيان دي ميلي des intellectuels, des cadres, des cerveaux, l'Algérie, l'Europe, le Canada, l'Amérique. إيه ذو ذوقي أسي محمد الحسن كيلان أولد قارض يسعى زل الطاس يعني أسك إلا ذا شوق في الدلن باش هون تسجر يجي يعني وكذا جي ريت يتفغن لكساس والي الدكتور ناغ اللي تجري يتفغن ذروحن سيثمور ثناغ أمكي الدنيا ذا تروحون الفرنسا ذا تروحون الكندا ذا ثمور النظن أسك ثلان حاجة في الدلن يثمور ثناغ مام ذي سمانة ثقي قعدل سمانة أنا معليش أدنو غال كان في اه تفضل خاطر فغ كانك دينير يعني ميم ذي الوقت عند لنتولي دعايات الفوت يعني لا كومباني الكتورال نتولي سي لا ميم شوز سي لي ميم براتيك نتولي يعني الرداء يقلن ذي الوقت نبوت في اللي قال لنا هضر في الناس مازال تتكمل ما تنسى بار اكزومبل خيران وي قاديك اكس في الدني مانسن يعني الكرا لي كونديدا ما راه هضرن اسن قر يعني اندث بضل جايراكي اندث بضل جايراكي انا حكينا دنسل ذا شو دينا مقري ذي الساوند بايت ماشي مقري عندنا بنقرينا مولا شو غيليف ساوند بايت 6 مولا شو غيليف هادو على غروك مسموح للحسن اكيد في حركه البناء الوطني نحن ابدا بالمتحدث وروح كل اخوه رانا يماصوا من اجل بناء هذه الدوله الجزائريه كل واحد في حركة البناء الوطني لازم يكون ماصو يهز السيمة ويهز البريك ويهز لاجور ويبني الدولة الجزائرية احنا جايين نبنيو في الدولة الجزائرية احنا جايين نوضعوا انت في كل واحد وطني من اجل بناء الدولة الجزائرية وليس من اجل تهديدها وليس من اجل ان يكون لنا منبر خارج الوطن بجواز محمي من دولة أوروبية ويوميا وأنا ندير عمل الجزانات وننسف في مؤسسات الدولة الجزائرية ونكذب على الشعب الجزائري ونريد أن نهدم ما بناه الشهداء وقي بن قرينا مدبر الحركة البناء أنه حال دنسل داغن خيران بوالي دينان دي دعايات لي كونديدا يجي خيران ينجمو يعني لي راسومبلمون يعني حنان دونك لا كومباني الكتورال دنسل عدن ولي لا فيديو هاي أنا لا شوف كاش ما كان واحد من المترشحين بغا يقول كلمة يتفضل سينو ابداو فركوا الكاطو للناس ياكلوا الكاطو هذا هو رسمي الله رافيخا بس محمد الحسن كيلات سليض يعني اولا كين هذا شو دينا مس بن قرينا دي قرب لي الى قالوا غالي يكذي ما صوتن دي مانوفرثن باش نبنوا الجزائر كي ولاد الفيديو نظن يعني الناس اللي عنده الهضره يعني عندنا الانتخابات ما ولاش اثني لا الكاطو الناس تن الهضره الزينه يعني مازال ناخذ نفس الرداء مس محمد الحسن كيلات اشري دراستاسيون لو مال يلعب رئيس 40 سنة ماشي يجيو الواسعة تكسر المرض الجزائر شوف كان غوري تولي بارتي بوليتيك سون زيكسيكسيون تولي بارتي بوليتيك إلا قسم قومي عاقي ويسعي ورا إن كلاس بوليتيك يفات شنا باش تجيري الجيري وليش كس موسى أنا ولد الحاج موسى زيد وبوزي وليش أقلك زويلة والله سجل النخبة السياسية الزويلة
المال بزاف خاطر معايا مشنا الكلي جلوبال لي بروتيز بوليتيك هذه بزاف الانتهازيه والوصوليه والطمع باش تفوت بالديبيتي سي شارج ديال ثلاثه حاجه عليك خدمت بول اكسكار لا معنى ما يوم انا صبي ناس من انا ارسيما عليك ما شاري تحرك باش يقلب ما صبغ الديبيتي لها السيناتور يكفل مارشي مشي فول فولي بري ايه نشتوكي مقرن نصلي على البيض يا راسل نوري الحوايج ولا عندك ولا عندي شلايم عيني عيني يفرق زفرق طيب مش تشتغل راجل خاطر لا فرنسا فرنسا فهي قسم من القبائل ده الدار الشتروميس يبدل أبدأ تشتغل أبدأ تستعرف نكس الفرنسي باش نقول خاطر فهم زيوز لا هدب هدب زيزدارين ما مجرتك زيوز سنار فرنسا في شلاف الفرنسي يشيخ استعمل فرنسا نستعمل عصري تروف ميليتر ونستعمل الثقافة الثقافية أكل نظام فرنسي يقال الجيري ليكولومبيا الجيريا الجيري لادمينستراسيون الجيريا سي دي فرانكوفون وتقصدك سي دي فرانكوفيل وسهل مليح إلى فيلتراسيون صحيحة فرنسا ستيليفون فوالا أكيد نظرة تلما تروح على لي بوك اكد كاش سيت داخل لي بوك دي وكد طاقه ريدر وكد جيري لي سوسيتي ماشي باري لك يا جيري لا صورا طراك لا سيت تقدرك حاب الفرنسا حاب الفرنسا طربي كل عند بشتير عند بشتير يوصل حد في الضرايب يوصل كاش لا تفهم بزاف يقول لك الانجليزي اللي كتروا اللي نبدو الخليج العربي الشيخ عيسى بن خليفة أمير الدولة البحرين ما بس ما بس الكلمة دي بتوع الملك الجار البلدي لا خلنا لا تريد أشياء جيرة خلنا يوني نمشي بعد شو لا يجي سكسوة كده أو لا الأمير الذي راقي ما تعرفش لا شيء ما يقدر سن لكن أنا أسجل شو الزير إيه ولكن هذه حنا ما يقدر نوصل لها ناخذها من الجزائر ناخذها من السوق الفرنسيه تبدي نفس الحادثه في الغريق العراق وزير التجاره العراقي دوك صدام قال شوف يميد مسعى لكم الله يجري مليار ونصف سكواس قال لي كوات قال في الباسي انا مبارك بابو الدار تعرفين في الاول إلا وزير النقل ما يخدم المترو كتر بلده من الكبسي بلاه خدم مناقصة مفتوحة الصحافة الدولية شو مش كتر قال رمال خدم في دومان سبوهيك ما يخدم هنا البنون المترو ده لمير العالم كيف يدوس دروس والمترو العالي كلمون سي المترو مش مترو موسكو لقاش الخبير ما ماشي المترو باي مترو موسكو العار العالي يجي السما خصو موسكو تربي الا وخبيث الا وخبيث مثل المسلا كوميسيون يفكر معلومات الي فرنسي بلي داش من زمان تصب ما كاش تطوح خاطر الروس كارد العار ستوب يجي ندرس المعلومة في العبيد فرنسا حكومة الشيفر النغري كانش البترول في فرنسا لا فرنسا زعمت خمس شهور وغير تحمس الخدمة أيضا ناس مش فاهم أنا بليك أفرياليزاسيون 100% المترو مش فاهم في ليتود
وسقي مالو في المترو كتر بلدو ايمد يوسف وطليقة فلا يسافو طاجة كيف يكيارد بالعلاقة في فرنسا طربي دابا شو شد فرنسا اقلق صبو طيار فرنسا داكور ما وقد تمغرينك يعطيك صحة أستاذ محمد الحسن كلا المثل هذا كيدنا ثان مرثيك أدو غال غرغورك مس عمور أبو علام يعني المزمر أدنيني فشو دينا محمد الحسن كلا بلي أولاد نكوني وطن كالجيريان ذهنا يعني مزمر أدنيني خيرا للنسبة وني أوسي ريسبونسابل مزمر أدنيني على حسب وليس أسك ام خيز مال حل دنفاغ دان في تز غان ثقين يعني كومون بو سورتير دو توت سي كريز دا شو دا شو ام خيز مال حل هذه للحل تنمير تنمير الحل الحل سي زي كي نهضر يفو ليبيري الجيني الجيريا لين يركازي لين تراوين دي تمور ثاقيا ديك فغنا تخمن تمور تنسد ويد يفغنا كي دي قرا مسيو حسن موسى صراحة تجميل بلا غانا مسعين دون ديزانفورماسيون سرق دريدي هضريتو ما تجيش الفرح نسني فرن دي تمورتا ما موليش تمورتا اللي دو في غنا راه الراوت فرن فرنسا قد انت درت ولا بوكو دو فرونسي ولا تنك لونكل تاعها تنك باري كانت لان دي هنا مي تا وين دي بلو فاليو تا وين كي راهي تمورتا نسد باسكو تمورتا نسد وتغون زالا لو كري داكير نغون زمان راونا دونك نو زافون ان جيني اواري دي ناتورال دويان دا لا فاكولتي دو ميديسين وكان جو رونماج يتبان كاس سي تان نون تري زونيت يهضرت في لونغواز ومي تفهم كانيس باسكو تيدي لنا راه كان هكا معاك لا بريسنا إلي تي لوكازيونير سي لينوغوراسيون دو سات فاكولتي دو فارماسي سا فيتير دوفون دي مينيستر سا فيتير كيلا بري لو ريسك سي جو جو بارل دو ريسك كي نهضر تورا نبغى نشوف حتى مورتنا بين وين ندير يقارك شيني السخساس خرابط تمورتي مي سينو تسالي قبل يهضر مسيو اكيلال في المحسوب ديال نيبوتين تشينيك زرانا ثورة 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 ils ont bien sûr désigné des députés c'est حسابات des ministres des directeurs de l'exécutif ça se passe comme ça فرينينا كي ديسيدونا كي كيف كيف اختارت باسكو سي لي ديبوتي دو بوي لي ديبوتي باش تدخل من لا مناس نينا سينو ان بويكوتي لا سيونس لي دو فوت لا لوا دو فينونس اي غير باسكو هي ناس قبل نضبط لي بلا بريفينير de fin de mandat. Mettez-nous 20 millions, c'est si, en plus, l'impôt sur la fortune, il marque un tien, mais les produits, les transferts sociaux, l'article 427, 14 produits, la subvention de l'État, même que l'éducation, même que l'essence, les couleurs, les zites et tout et tout. Donc, Zreda, la solution, c'est une salle rachée, une raise d'âme qui fera au Ranad. Sur Akilani Madea, dans le français, la Timoura, nous n'avons aucun complexe devant aucun pays, aucun peuple. Un vidi, c'est un nid, un négociant. Bien sûr, oui, il m'a trouvé un orsen, parce que ça a la légitimité. تقبل كل شيء باسكو ما راح حكمت تخمم من الفون هي دي برومي مينيستر لي بوك ديزاني 90 يكفى الموندا يصير تباريس دقيت صباح هنا يرفد الباكاجي سي عاد دار فرنسا يستالي دينا دونك لو هنا تخمم اكيد دي قرت راه بمكرينا ساعة بو باسبور كات نسوي شحال يك بويدا كير انت دي ورقلا حتى لا الكواغ انت دي كماس 1000 هكتار وتستخدم راه ابرنو سوري السيناتير صبرنو ولا ما مشيتي لسا يا هضره دي خدم الجزائر هي بنيا هذه فنوا دو غاند المصوات مي ايكوت كينيا تقدر غير المصوات لو كان ماشي المصوات دي دي الزغاكا تيرار داخلي شاكا الى تو ليميتي ديرين مي دي كوما سي سي بنيس ادير 1000 هكتار اثنين يبقى كي كان كيا ان دينار سيمبوليك ادي فاسي كلوب دي با ادي فرا دي الحون كي كبري داك دو غاند كيسكينا برنغدا بري دو غاند دو غاند شغل وغلط وبيض غير الجزائر تولا لوانا كي نهضر غاشي اثنين بلوكين ديك بردان تيرا وين دير كازان شواش ونسد اي تو وزمرنا شفنا ريخه من نسد اي او مومون كي تهضر 10 ايام كي ولا شمان دير روبينيا
ودنا قرارا باللي كا ولاش اكبر لي فوراج نسعه بلوس دو جو بونس 1600 كيلومتر دو كوت باش حتى يلبح بوحه ونخدي مرا دي سونترال دي سالمون دو لو دو مير الساقي غنسرو لا لوا ما نديسكور تاكي اقرا نفد سور لا بلو كروند ناب فرياتيك او موند تاعنا دي سوتي لا الواد الواد لا فيل دو الواد يبس راني اكثر كاك با مدينه تقرن تروح دوك السير باسكو شوف لا بروبل يثبنا يا عبو عبو قدافي يقرن ديكتاتور يروح هذه يخدم شي فم قراحة يلا ميديتراني من الصحراء ايش في الدمن ستو ستو تمور دونك خدمين الساقي دور من الكار الديني غا سي فري يا با دو كلاس بوليتيك كي دينا ترمي دني لا سوليسيون اقرا غنتعاود هي خصنا سكويا اي مي بارتي بوليتيك Les gens honnêtes et francs, la majorité, je parle de la majorité, donc sans parade, francs parce que mes chacun sur un politique, ou de formulaire, tu verras mon bal la mascara dit que l'entoura, tu verras des ignorants, adorants, glélistes, puis n'importe qui, ces zélés, parce que ils auront ces métiers de mon témoin. Attends, le mieux reste que tu verras, ou tu verras, ou alors, de chute à Ishin de Gberden, Imzda, Isnifken, les mains, confiance, la voie, puisque vous avez dit, oui, vous avez dit, c'est la course, c'est zéro, voilà, c'est zéro. Mais sinon, la solution, elle est là, il y a des gens qui sont dans le monde, mais il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont dans le monde. Nous créons en tant que tel, nous nous en excluons. Très bien. نعم يعني سي بوعلام تهضر دا في لي سوليسيون ولكن الحاجه هيكسوها من ذي ثمرتنا سي كو ما نبغو نخدم من الحاجه غتخدم انا حكى انا دنسل شو دينا الديبوتي كين نعنابا ميديوسا البريزيدون اسلواي الطليان يعني امك ذا شو دينا امك ثغال عنابا اسنسل ود نغال الغور دي سالم شعيبه خرازه ود العنب بنغلاديش احياء كثيره عنابة راهي منطقة ظل، عنابة كاملة راهي منطقة ظل، تفاجأنا لما نهضوا سكان عنابة، لقوا بلي عنابة ولات روما الله يبارك ما شاء الله، 24 ساعة طريقة خدمة ما شاء الله، ولاو يتمناو ماذا بهم كل شهر يجيهم رئيس جمهورية دولة أخرى، وماذا بارك الله فيكم والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعشت الجزائر حرة مستقلة. احسن موسي سليضه شو دينا يعني الديبوتي كي ناك ميديو سا اسلوين طليان عندنا بثوغال قريب روما ودو يتمني لو كان كل شهر ديال سا اسلوي يعني نتمور ثنكرا نتمور هيك قد دي زور تزور عنابة يعني كنت مذبغ ونخدم من الحاجه خدمنت يعني اي غار اي غار الى قد تخدم من كنس الحرس Tout à fait, tout à fait. Quand on veut, on peut on est habitué de nouveaux Irsan. Déjà, c'est la vérité. Parce que là, on est en train de voir les mêmes têtes, les mêmes gens, les mêmes partis qui reviennent à la tête de l'Hukoumana, comme si l'Algérie, c'est Ariel Gaznis, nous savons où elle est, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Alors que ça pullule de richesse, là, avec la ressource humaine, ça ne manque pas. Mais nous, en attendant. La solution, c'est le Hirak, Nasser Al-Jama. Le Hirak, il a tout compris. Il n'est que la période de transition, mais bien sûr, quand il y a la volonté politique, quand il y a le désir, le vouloir, quand il y a le patriotisme, جيجي لا تسوى الخير من كلوب دي بان وحرنا تسوى الخير من المورادية البويرة تسوى الخير خير من الروم اوران تسوى الخير من شيبا مو لندر اتسيتيرا مي اون فو با اون اتون جوست لو مومون دون فيزيت ديبلوماتيك بوليتيك مرادي الحق بايدن نغ ماكرون نغ جون بول نغ سوسي نغ سولا ودينا دنر لا فيل نغ سونوتر سور لو شام 24 اور اتي نزين اتي دنر لكن دينا يوم داك لا ديرنيير فوا ينيك صبغنا ميم شكون سي بوعلم كاع كي لافي دي ينيك ايزون با ميم لو غازون رنت الحشيش فوالا رنت الحشيش سكو جو فولي دير انا سراك ما جو كوا كو انكور اون فوا نو بيردون با اسبوار نو افون دي زوم يا لو حراك
Le peuple algérien en général, quand je dis Hirak, sauf qu'il faudrait qu'on monte un petit peu la cadence, qu'on revoie un petit peu la stratégie nord, qu'on soit inclusif de tout le monde, que l'on ne campe pas chacun dans ses positions. Aussi bien les sages, l'élite et le Hirak que le pouvoir, chacun se doit d'avancer vers l'autre et de nous mettre autour d'une table pour discuter. Il y va de l'avenir. Ben Abdelrahman, le Premier ministre, il te parle de subventions. C'est bien dit, il a très bien dit, c'est vrai. Mais il faut qu'elles aillent ila ahliha wa sahibiha. C'est normal. Il y a aussi des slogans. Mais est-ce qu'on a un tableau de bord? Est-ce qu'on a des statistiques pour savoir? Les subventions. C'est une réalité, si ce n'est pas plus. Parce que le dossier subvention, il y a le frigo dans le congélateur pendant combien d'années? Et aujourd'hui, ils l'ont tiré, mais ça n'a pas cette répartition équitablement. Parce que nous sommes un pays où comme dans le socialisme, répartition des richesses équitablement et de l'islam. Alors qu'au fond, ils ne font que le contraire des trois concepts à Guyana Sab. Ils sont anarchiques et capitalistes. Ils enrichissent le riche, ils appauvrissent le pauvre. Et pour ce qui est de l'islam, il n'y a que Ben Grina qui est musulman. Il n'y a que Ben Grina qui est musulman et son ami candidat de Khanchila qui parlait d'un cimetière musulman. Il n'y a que le candidat d'Aga ou Nekaraïs derrière. Mais voter pour les de Khanchila, ou un cimetière musulman. Parce que nous avons le kuffar, des yahoudiens, des ouzriens, des églisiens, des romiens. C'est tout ce qui manquait à l'Algérie. Au lieu de m'expliquer, M'kharé Soufa, c'est le misérien, Sahab Khanchila, M'kharé concurrence les autres wilayas, M'kharé suscité l'intérêt à la création des richesses, des nos licoules, des universités, qui est un cimetière musulman. Il vous a déjà enterré, le Sahab al-Zahir. Et donc, il n'y a que Ben Grina et ce monsieur-là qui sont des musulmans, parce que Ben Grina, il zerra al-Hlawat. Il croit que le peuple algérien a besoin de ses cacahuètes. Là, dans des grandes salles, il distribue des cacahuètes aux Algériens. Et puis ce monsieur-là qui dit, si vous n'avez rien à dire, on va manger les gâteaux. Et le peuple algérien n'a pas besoin de gâteaux. Le peuple algérien a besoin d'hommes. Comme je l'avais dit dans l'une de mes interventions à Nassar, nous avons besoin d'un maire en pantalon. Nous n'avons pas besoin de maire en Burmitan, en pantacourt. Voilà ce que je voulais dire. Il faut un maire complet, avec un pantalon complet. Mais tu as un maire au quart, au cinquième, qui attend les décisions, les ordres de monsieur le chef de Daïra, du Wali. Et pour arriver à cela, Nassar, pour que l'on puisse avoir un maire complet, la mairesse de Montréal qu'on avait élue il y a une semaine, Thnaïs Trudeau, le Premier ministre du Canada, Thnaïs, ne te mêle plus de mes affaires. Je suis élu par le peuple de Montréal, je suis la présidente de Montréal et je décide ce que le peuple veut à Montréal. Les seuls qui peuvent m'enlever, c'est le peuple, c'est la population de Montréal. Ni le Wali, ni le chef d'Aïra, ni le président de la République. Il faut que l'on arrive à cela. Quand on élit un maire, il a qu'à dire Zmer. Et Bachan al-Kartagi, il a qu'à une période de transition, il a qu'à nous aller, il a qu'à nous aller. Ça veut dire, on va crier, on va voir où il va en Thamour, où il va en Thamour. Voilà, je vais en faire ça. Je vais vous dire, je vais vous dire, خاصه كان ولا يعني دي 2019 هم كي دي كارك ذو ذات زايرين ذي الحراك دي نعنيكم مازال تصل الوقت مس عمور ابو علي داكور داكور دلوقتي في سفير ما ديرا كي دلقار خاصه كان واحد يتقاس صافا با تواري ذا شوك دارون السير ما كي لا غير باسكو ذا شو دينا لدويان دو لا فاكولتي ازراتيد ان ميليتار يدس الحمد لله قراتيد دون تو لي نيفو تو لي نيفو تو لي سيكتور لان وراو تفابيل في سيست فابيل لانه يديك بغا نرخم انت بول تاكا دايما يقلا وسير ممكن ما عندنا هضره كي نبقى دنوالي دناوي ويديك بغا ناس بنو تابورت بيان سور السير ماني دار غاشيرو من نار ميم لي كرون اوبسيرفاتور انترناسيونال تروح سنتين في فيفري 2019 ونوالا راه غدو دازاير ديبا دونك السير ميلا ان شاء الله نوغ نكوني ادغا الثانويه ذي جايرين ياكويت الجزائر كي تكفد اكوي يمزا غي سارة الدينار
هذا كي نبغى نروح ومن بعد ونسعوا كان كوبيت ونبيعوا كان ني الروس ني فرنسا ناويين اقرا ذند هذا انت شو غادي لا تنمرث وين غادي نبقى تنمرثيك يعطيك صحة مس عمر ربو على ما كنت نشكر الطاس نمد برنون مالون سطة في قلنكي نغسي الجزائر مس حسن موسي كنت نشكر أقول لك تيني مغناز دي سرثيتي قلنكي نغسي الكندا تنمرثيك يا جماعة حسن وشكرا محمد الحسن كلال قلنكي نغسي الجزائر وكذا مس خلاف سعيدين ود يعني وانطفارا هذه اللي كذنا وانطفارا ساقية اللي كذنا ذي ثدول بوساقية تكون صحة مثل ما كذنا ذي ثدول تقين أو كنين دفع ذي ثدول النيضة إن شاء الله قيمة ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمة الله ثاني ميرثنون